شباك يا خيي بطرس؟ بونا الريس، النور، النور على وش بونا شارب بالكنيسة. روي، هيئتك نمت شوي بالكنيسة وحلمت. يلا، روح دق الجرس لقداس نصلي. شوف اتفرج هايدي جمجمة بونا الياس. قولك هيك بدنا نصير ابونا فريم؟ ما في للسما غير هالدرب. ايه نيال بونا شربل هاد عرف كيف يعيش ويموت. صحيح يا بونا مخايل، موت هالحبيس مثل حياته، عرف الانسان شو بياخد معه. بيعيش 70-80 سنة، بيسرح وبيمرح، الدنيا ما بتساعه.
آخ وبينسى كيف راح يصير هيك كمشة تراب ونتفت عظام. هلا ساعدني تنحط هالخشبتين فرش البونا شربل احسن من نايمو على الوحل. يلا يا خيي يلا فرشي خشبتين شو همه، كل عمره نايم على الارض مخدته شقفة حطب، هاللي كان يموت كل يوم مرة عن الدنيا رح يخاف من النوم على هالفراش. وهد الفنازل من السقف والمواي الجارية من الحيطان. طلبنا يحطوه بتابوت ويدفنوه مطرح ناشف، قالوا القوانين ما بتسمع. مثله ومثل غيره. ايه مثله ومثل غيره. اهلا اهلا اشبكن اشبك يا جريوس. نعم ابونا الريس هالليلة مثل كل الليالي شفنا الضو ساطع على قبر ابونا شربل. وانا كمان شفت الضو، شفته بعيني عدة مرات، بيتنا قبال الدار، مين ما كان بيقدر يشوف الضو. معقول كتير يكون اللي عم بتقولوه صحيح، بس انا بقولكن بصراحة ما رح صدق غير ما اشوف بعيني الضو، واجب اقشعه انا بذاتي. وقت اللي بتشوفوه الليلة ايه اعطوني علامة ضرب قواس تنقول وبطلع بشوف معكم. اتفقنا عليه بضرب قواس. نحن من رجال الامن وعم نطارد شقي وتأكدنا انه موجود هون. احمد حمادي مدير المنطقة. تفضل. عم ندور عن مجرم من بعيد، شفنا ضوء حد الدير جينا وبس وصلنا اختفى كل شيء. شو معناته؟ منريد نفهم. هالضو كل الناس عم بتشوفه، بالحقيقة شيء غريب. قانون دايرنا الساعة 9 بينطفي كل ضو، وهلأ الوقت نص ليل. مش عارف شيء بالمرة عن الضو اللي بتحكي عنه. الشاي لا في شك، شرب القديس يتمجد اسم ربنا. من هو هالولي المدفون هون؟ افتحوا القبر، ليش تركينه تحت التراب؟ نتأسف يا حضرة المدير، ما بنقدر نفتح القبر إلا بإذن من سيدنا البطرك. البطرك؟ عال البطرك صديقنا، وأنا رايح بكرة قبل الضوء عبكركي اشرح له شو شفت. من بعد امرك يا سيدنا، غبطك عارف الناس مهوسين ناويين يفتحوا القبر ويسرقوا بقايا الاب شربي. جايين نخضع لكم راينا من شان الاجراءات اللازمه. الاب العام عرض لنا المساله ونحن اخدينا بعين الاعتبار النور على القبر حادث واجب يتوضح. يا سيدنا النور على القبر انا شفته بعيني، انا رجال مش عم بحكي من قبل الدعايه للرهبان. صار له 4 أشهر بالقبر، واجب ينشال وينحط بتابوت بمحل مخفي. منفوض حضرة الرئيس الأب أنطونيوس بفتح القبر.
فتح القبر ووجد جثمان شربل سليما يشح عرقا ودما، وبدأت مرحلة الجثمان العجيبة، إذ نقل أولا إلى تابوت خاص وأخرج منه عدة مرات، وفي كل مرة كان جثمان الحبيس يشح العرق والدم مبللا ثياب الكهنوت والوسادات. وعندما فتح القبر عام 1950، أي بعد نصف قرن من وفاة الحبيس شربل، تدفق ألوف من المؤمنين إلى دير عناية، وكلهم تقوى وورع وإيمان بقداسة الراهب المدفون هناك. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء، أخرج جثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت، وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. وعرض الجثمان على الجماهير فهبت للتبارك وتقبيل يد قديس عناية، وعلى رأسها عقيلة رئيس الجمهورية. ظهرت هذه القداسة في عجائب لا تحصى، أهمها شفاء الأخت ماري أبيل وعجيبة اسكندر عبيد، اللتان حفظتا في روما في ملف التطويب. كما اهتمت الأوساط الحكومية فأرسلت مندوبيها لتحري الأمور، فشاهدوا بأم أعينهم العجائب وشهدوا على قداسة شربل. ممكن يا معالي الوزير تتفضل وتضيف على امضاك وزير المالية ونائب جبل لبنان؟ يا ابونا الريس، هون قدام عظمة شربل كل عظمة بتحني راسها، وهاللي كتبته كتبته بس. يا يوسف لا افكش تطلع، هلا بتوقع. لا يا امي، لا يا امي، يا عذرة دخلك هالصبي.
يا أنطون صار وقت العشاء. يلا يا ولاد. الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. من الحاكم انت مسخر مع حمارك من بكره وطالع لنقل المونه والذخيره للجيش من مجدليا بيت الدين. بس يا حضره الضابط لمين بدي اترك عائلتي؟ نحن ناس فقراء وهالطفال اللي معترين ما لهم حل غير هالشي. ما بيهمناش. مهلني يوم او يومين تدبر بيتي وامن عيش اولاد. هذا امر بكره عبر الضو. يما يا خيي دير بالك من الولاد. انت بغيابي مطرحي وانا رايح مرتاح البال حيثني متكل علي. غرفين ضايع حد عم شي مات مشان طلع الطريق حتى ما قدرنا بتعتيرنا نجيبه وندفنه بالضيعة. دفنوها هوني لا عرفنا لا كيف ولا وين. قام قبل ما يسافر وكلني بالبيت وبالولاد. قول وردة وحنة صاروا كبار بيدبروا حالهم بس هالصغير يوسف. زال على كنيسة يا عم. عمك الخوري بيكون ناطرة. صار وقت الصلاة. ولك كطانيوس ليش شغل فكرك هالقد؟ ما مرت خيك تجوزت وجوزها عامل خوري بالضيعة. هلا صار هو بيهتم بالولاد
وبيحمل عنك شقلي. صار وقت زيح الصورة، يلا ولف تنزيح. يا الله جاوبوا على السؤال بالقرعة السرية. قمح مقبول، شعير مرفوض. شربل أعد وأنظر أمام الله القادر على كل شيء، والطباوية مريم العذراء الدائمة بتوليتها، وأبينا مار أنطونيوس بحفظ الطاعة والعفة والفقر الاختياري حتى الممات بموجب قوانيننا ورسومنا. دايما لله. انا امه للاخ شربل، جاي من بقيع كفره لهون تهنيه بلبس الاسكيم. نقدرش نفوت على الدار؟ لا وينين ما بتسمح، بس تفضلوا فوتوا على المنزول وهلا بنحكي لكم مع الرئيس. شرب المطلوب لعند الرئيس. امك وقرايبك طالبين يشوفوك، بسمح لك تقابلهم بالمنزول. امي وقرايبي؟ منين امي وقرايبي؟ صحيح يا ابني القانون قاسي، لكن الظرف غير اعتيادي. انا ما بامرك امر، بسمح لك تقابلهم. ممنون كتير يا ابونا الرئيس. هيك يا ابني بتحرمني شهوتك، جاي ماشي من بقيع كفر الهون تشوفك. بالسما بالسما بكملتي منشوف بعضنا عطول.
هنيله لبس راهب وارتاح من قساوة الابتداء. شو ارتاح؟ هذا بينسى راحته، بفتش عواجباته وبيقشع حاله بالعبى العتيقة أكتر من جديدة. ما شفت أمه؟ أمه في حد أعز من الأم بعد وما كانش يقابلها. ايه حقا ما لا مقابلة، قال كلمتين من جوا الكنيسة، لا شافته ولا شافها. عطيها موعد بالسما يا خيي، هذا شايف كل شي بالدنيا من ورا الأبدية. المسيح ذاته شو قال وقت الأم وإجت تقابله؟ قال أمي وإخوتي هل بيسمعوا كلمة الله. مش أساوي يا خيي، مش أساوي قلب، هيدي بطولة وتضحية، هيدي طاعة للقانون. تفضل عود كخي. يا ابني مدة ابتداك خلصت، اتسل قبل العام عينك تلميذ تتكرس وقتك للدرس اللازم للكهنوت. بكرة الصبح تغدي بكير عديرك في فين، برافقك الأخ بولوس. طلع الحرديني اللي مسميينه قديس كفيفين. ها شو مسكين هيدا، بحسب انه الابتداء خلص وجاي تيرتاح هون، مش عارف انه منتظروا ابتداء تاني عنه. لله يا معلم. اهلا وسهلا يا خيي، منين جايين؟ من عناية يا معلم. من عناية؟ وكيف الجمهور يا خيي فوق؟ الكل بخير؟ نعم يا معلم، الكل بيقبلوا ايدك ومنطمنك عن خيك الحبيس. نشكر الله. الابتداء هو من اجمل ايام الرهبنة. بالابتداء الانسان بينسى الدنيا وبيتعلق بالله. فاذا يا خي الاخ شربل هلا على الشغل، الحق اخوتك وساعدهم شوي بزرعه الدخان، وانت يا اخ بولس بعد ما تتروق وترتاح وتبقى وقت ما ترجع عنايا سلم لنا على جمهور الدائر. ما شاء الله، اما مدرسة لهود هيئتها مدرسة فلاح على الاصول. كل شي منيح بالطاعة يا خيي. مجد الله يا معلمي. دايما لله يا خيي. كيف لقيت درس اللاهوت كخيي؟ يا معلمي انا فلاح زراع، بس بنعمة الله وصلاتك مستعد اعمل جهدي. يا ابني الكاهن مسيح تاني، واللي بده يصير كاهن ملوش غير درب واحد، درب الجلجلي. نعم يمكن فهم. عجلوا عجلوا بنون عم
صار له عارض. يا شفاء المرضى صلي لأجلي، يا ملجأ الخطأ صلي لأجلي، يا معونة النصارى صلي لأجلي، يا معزية الحزانة صلي لأجلي، يا سلطانة الملائكة صلي لأجلي. إني أمسحك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا معلم بونا عبد الله، اخوتك هوني بيطلبوا بركتك. المجد لله يا خي، الله يأجركم دائما لله لك الأجر. ها أنا زأمة للرب فليكن لك قولا. بتضل غايبة،
أنا هون يا ابني. رح جبت لك هالراهب يصلي لك تصح. هيدا راهب قديس. راهب خذوه عني، ما بدي رهبين، تركوني موت على كيفي. وين موجوع يا ابني؟ إذا بقدر ساعدك أنا حاضر. نهار شعليني بصدري، تأمي رح يحترق من العطش، كل جسمي وجع، كأنك ضاربني بألف عصا، كأنك ضايقني بالجرم. شجع يا ابني، نار الأوجاع بتطهر نفسنا. الله بيحنون، حبنا أكثر من العالم كله وبيفرح بتوبتنا. إذا كانت إرادة بيخدك لعنده ليش تتخاف؟ الله بيحبك أكثر من أمك، عندك أم بالسماء فتحت لك قلبها. إلا معي يا ملجا الخاطئة، ضرعي لأجلي. ملجا خطأ تضرعي لأجلي. عندنا مجمع داير الليلي، ولهالمجمع في سببين: قسمة غليل الشركة ومخالفة بونفرين. تنصفي بالأول قضية بونفرين. تفضل يا خي بونفرين. الأخ متى، تفضل اقرأ لنا يا خي فصل الزيارة من القانون. على الراهب في أصفاره ألا يركب إلا حماراً، وأن يصطحب رفيقاً له عندما يمضي خارج الدير. يا خي بونفرين، لوين كنت مبارح عصريات راكب على الفرس ورايح وحدك؟ اللي بيحفظ القانون، القانون بيحفظه. قصاصك تركع جمع على الميدة مع خبز وملح بس. معلمي بونا الرئيس، اغفر له مشان المسيح. أنا وديته يروح يعمل جولة على البيدر وما كان في حدا تيرافقه. الله يغفركم يا خيي. قوم. طلب له من الأب العام إذن تيستحبس. يا معلمي صار له زمان بيطلب. نجيته لرأيي أنا ما بحبس. بونا شربل عاوزينه للرسالة قبل منا عاوزينه والمحبسة. بترجيك يا معلمي تشلوا هالفكرة من راسه. قضية طلوع بنا شربل على المحبسة مش واردة بالوقت الحاضر. انتهى المجمع، المجد لله. دايما لله.
عجل كعبده، ما بقى في ولا نقطة زيت بالسريج. الرهبان زيتون أمرهم الرئيس الليلة ما حدا يضوي سريجه. إذا بتريدوا يا خيي عبولي هالسريج زيت. مجد لله. سريج زيت؟ طيب طيب حطها هونيك وروح. هلا أنا بزيته وبطلع لك إياه على قوطة. شو مبين؟ شرب الجايب سريجه معه، عم بخالف أقوام الرئيس؟ لا، بونا شربل كان غايب وقت اللي نبه الرئيس. طيب كيف قلت له بك تعبي له سريجه؟ مش عارف مقطوعين من الزيت؟ مقطوعين؟ ما عليك يا سيبا ما عليك. أنا عندي أحسن زيت. لا لا حرام عليك، شو عم تعمل؟ عم تحط مي؟ إيه عم بحط مي. خلي يتعلم بونا شربل. مين قال له يجي مأخر على الميدي وما يعرف شو قال الرئيس؟ تفضل يا معلم، سريجك معبى لفوق. الله يأجرك يا عبده. خليك، خليك حد مني تنشوف شو بدي يعمل. ما بصير عنده سريج غيره. شو المي بتضوي؟ على الواطي لتقوي صوتها. بسمعونا الرهبان بونا شربي اللي ما عنده غير هالسريج. شو فيه؟ اش عم تعملوا هون بهالليل؟ بونا الرئيس خايف الا عبيت السريج بونا شربي المي بدل الزيت ولكي بضوى مي؟ عم تلعبوا مع بونا شربي؟ من جايلكم تتمزحوا معه؟ روحوا ناموا بكره منشوف. انا متعجب يا ابونا شربي، اول مره بشوفك مخالف الطاعه. ليش سريجك مضوى؟ اغفر لي من شان المسيح يا معلم ابن الريس. وانت اغفر لي وصلي مشاني وباركني يا خيي. اشترك بألامك لآخر حياتي.
بعد مخوفني، بس نعمتك سلاحي معك، شايف المحبس اكبر من قصري، والبريه عم توزع تزهر ويطلع نور وجهك غاية حياة. ربي كل شي بالدنيا باطل الا محبتك وحده. مجد لله يا خيي. دايما لله. اهلا اهلا يا معلمي بونا الحبيب، تفضل معي تدلك على اوضتك. وغراض المحبسي عديتن غرض غرض بعد موت المرحوم بونا ليشا. بونا الريس قال تسلمك ياهن مثل ما استلمت. هيدي اوضتك يا معلمي، وهيدي اوضه بونا مكاريوس، وهيدا الكرم. إجا وقت لقطاف وناطرينك تساعدنا. الله أجركم يا خي. لم ينفرد ليفلت من القوانين الدائرية ومحبة القريب، بل ليزيد كمالا بممارسة الإماتة والفضائل في جو الصمت وانسحاق القلب. على الحبيث أن يحترم الجميع، محظور عليه الكلام إلا عند الضرورة. الحبيث إنسان طابق اسمه مسماه، أي من لازم الوحدة وقمع حواسه وأفكاره. لا يؤكل أحدا في غرفته، لا يتناول طعاما إلا مرة واحدة في اليوم، شكلا واحدا لا يدخله اللحم بتاتا، ولا يتناول فاكهة ولا حلوى، ولا يشرب مسكرة، ولا يغادر المحبس مطلقا إلا بإذن الرئيس الخطي. محظور على النساء إطلاقا الدخول إلى حسن المحبسة. إلى جانب حياته التأملية، على الحبيث أن يقوم بالأشغال اليدوية في المحبسة والحقل. مجد لله يا معلم. دايما لله يا ابني. هاي حسنت قداس يا معلم. اعطيها لابونا مكاريوس يا ابني. صاحبها بريد تاخذها انت بايدك وتقدس له القداس انت بذاتك. خذ هاودي يا خي. أقولك بده يضل ياكل ضلوع الفرفحين وتفيت خبز المحروق، حرام صحته عقدته. الأكل موجود قدامه، بس محلك تعرف من 5 سنين هاي عيادته، هيك بحب ياكل مبسوط ومش سألين عن صحته.
خيو للحبيس شربل من باع كفرة. بورت أشوف كأنه الحبيس هاون. خي على الباب، بقدر افتح له إذا بتريد. معلوم معلوم يا معلمي، عم تطلب مني إذن وأنت الحبيس؟ كيف حالك يا خيي؟ نشكر الله يا خيي. قايم بوجباتك الدنيا منيح انت وعائلتك. لا تبخزني يا خيي، عندي مقابلة. لو 10 سنين بالمحبسة بعد رح يغير عيدته. بس عنده مقابلة مع مين؟ عنده مقابلة بصورة دايمة. مع مين؟ مع اللي قال من يحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلن يستحقني. عرفت مع مين؟ خيك إنسان سكران بالله، عايش بغير هالدنيا. عارف يا معلمي عارف، من صغرته كان هيك، كنا نضيعه ونلاقيه بالمغارة عم يصلي. يا ابونا شربل، شو انطرت بالليل؟ لوي يخربونا. يا معلمي حرام، لقيتهم جعانين، تركتهم ياكلوا حبتين. طيب يا خيي، روح تنساعدهم بالمعصرة. طلع على المحبسي، خذ لي هالامر البونا شربل. يصلي عموي ويرش حقول الدير. الجراد ما خلاش مزروعات بالبلاد وواصل لينا. إذا شفتوا مريض كتير، خذ الميات المصليين ورشهم انت. رجعنا وبالمغرب. موجوع كثير يا ابونا شربيل، روح الدير. معلش يا خي، بدنا نكفي سعيد هالشلاين. ما منشوفك الا 3 مرات بالسنة على عياد الكبيرة. شو منعمل؟ هيك القانون. نعم يا خيي، أنا مشتاق لكم كتير. هلأ صار لك 20 سنة بالمحبسة؟ الله الله يا دني، هالعمر كيف وطاير. من الريس نجيب ولد وحيد ما عندهم غيره. هيدي حمة التيفوس ما قدر حكيم يشفي منها. ليكي ليكي هالراهب كيف ملفلف بثيابه خايف لناكله. هيدا خايف تيشوفنا ويتجرب، بس بيقولوا عنه قديس. من هيك بعتت وراه الست.
أمي جوعان بدي أكل. جبتنا عالجلجلي كتر خيرها، أنا مش ندمان، بس الناس إخوتي اللي افتليتهم بدمك غرقانين بالدموع والآلام. لا تنسى يا شربل إنك حبيس، لا تنسى إن دعوتك العزلة والحرمان حتى من فرح التبشير بالإنجيل. حبيس، أنا عارف إني حبيس، بس شو بيمنع شارك الناس آلامهم؟ مش انت قلت تقدوا المرضى، عزوا الحزانة، زوروا المحبوسين؟ شربل شربل، انا بعدني عم بتألم على الجلجلة لآخر الدهر، محتاج لتلاميذ يخلصوا العالم بالصمت، ركاع ومديك مثل موسى عالجبل. دعوتك تخلص مع الناس بالصمت، بالصلاة عالجبل. حبني والباقي علي مش عليك. ربي أنا بحب عايدي الخاطئين، أقدم لك الدنيا تحبها، دموع المعذبين بالأرض، غبطة الفرحانين بالدنيا وبالسماء. نهوي سبيونو كانوا باش ما يوقف فرحو. فوت على الكنيسة يا ابني. ركع منيح وتكتف. مع السلامة يا ابني، الله يوفقك. الجوهر في مضمون الإنجيل هو ذبيحة الحب الفادي. هذه الذبيحة تستمر تتجدد في ذبيحة القداس. ما القداس إلا اشتراك فعال في عمل المسيح الفدائي المتجدد في كل زمان ومكان. لنصل. آبد قشتو
هو بروخ دبحو دم راعي لوخ الهونو قبيل يا أبا الحق هو ذبنك ذبيحة ترضيك فاقبل من مات عني واغفر لي هذا القربان تقبله من يدي وارضى عني ما أكثر آثامي وما أعظم مراحمك إن وازنت يرجح حنانك رجحان الجبال انظر الآثام وانظر الكفارة عنها فالكفارة والذبيحة أعظم بكثير من الزلات لأنني أخطأت قاس ابنك الحبيب المسامير والحربة آلامه كفؤ لإرضائك ومنحي الحياة معلمي تاخد لك مثل شاورة بسمني عودي منيح بأبوك ليلة ليلة عيد الميلاد إن شاء الله الطفل يسوع يعيش فيك يا معلمي أبانا الذي بالسماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض مسكين مات ليلة الميلاد والتلج قامت كيف بدنا ندفنه بكره بهالطقس والريس غايب راح على موتة البطرك حنا الحج مين بيله بالحبيس المعطر قوموا تدفوا لكم ندفي البرد ما بينحمل شو هالبرد هيلي ما قدرنا حدنا بالكنيسة من الساعة كيف عاش 23 سنة ساجد مثل التمثال لا يتضفى عنار ولا يلبس قطعة صوف نياله كان يتدفى عنار محبة الله هلا ارتاح كل دقيقة سعادة عند الله
عقد ألف سنة شقة.